الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التهاني بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على القرم. وغدا قمة في إيطاليا لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحتفل مصر بالذكرى 71 لثورة يوليو 1952 المجيدة التي شهدت تكاتفاً بين الشعب والجيش. ودشنت ثورة يوليو حقبة جديدة في تاريخ مصرنا الغالية. فريضة موجهة على لسان الشعب أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم، ولكنه قام وقاتل حتى استشهد. تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وفي بيان له قال مفتي الجمهورية أن ثورة 23 من يوليو المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب والقوات المسلحة الأبية الباسلة، حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى خالدة في أذهان المصريين. كما أكد مفتي الجمهورية أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لإنحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وأماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة. هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قادة سط البابا تواضروث الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرادة المرقسية الشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وفي برقية التهنئة أكدت الكنيسة القبطية أن ثورة يوليو تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين، مشيرة إلى أن ثورة يوليو المجيدة أعادت مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال ليحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن ثورة 23 من يونيو ستظل محفورة في عقل ووجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة من إرساء للعدالة والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن. كما هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مصر رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يونيو 1952 المجيدة. وأكد العسومي أن ثورة يوليو ستظل إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم، لافتا إلى أن البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعب العربي الكبير فإنه ينظر إلى هذه الثورة المجيدة باعتبارها نموذجا فريدا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب، حيث هب الجيش المصري لحماية شعبه والذود عنه، واستطاع أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ النضال المصري. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا لذوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا
من المسؤولية الاجتماعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا للأبناء من ذوي الهمم، خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. وألقى الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية بمقر تواجد الأبناء من ذوي الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية. كما ألقى العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم، واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بأبنائنا، مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة. وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار أسري ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، تم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم. من جانبهم وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية. كنا للأسف بنعاني معاناة شديدة جدا وحامل هم كبير قوي إن أنا أطلع لابني المعاق ده شهادة الجيش. فمش عايز أقول لك مدى السرور ومدى السعادة إلا أنا لما سمعت إن الجيش هو اللي هيطلع لنا الشهادة دي. كنت في منتهى السعادة، منتهى الاحترام في التعامل، ومنتهى الاحترام في تقديم واجب للناس دي. أنا بشكر إدارة التجنيد إن هم كرموا عيالنا وبسطوهم، والحمد لله هم كويسين معنا خالص والله. أنا مبسوطة جدا جدا والله بالسيد فخامة الرئيس عمله، يشكر عليه وعمله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ما قصرش معنا في أي حاجة. وبالنسبة للجيش يعني أنا فخورة جدا جدا بالجيش عمله، ما قصروش معانا في اي حاجه، بياخدوا الاولاد من ايديهم يدخلوهم لحد فوق، واللي هم عايزينه كله عملوه، وكفايه كمان الحفله اللي هم عملوها فرحوا الاولاد بيها جدا جدا. شكرا قوي، شكرا، اشكر سياده الرئيس واشكر الجيش وتحيه مصر. طبعا بشكر القياده السياسيه، بشكر الجيش المصري، اهتم باولادنا، والتجنيد كان سهل جدا، كل حاجه كانت في مكان واحد، وربنا يخلي لنا جيشنا المصري العظيم خير أجناد الأرض. أنا فرحان، أنا مكسور تحت مصر. بدأت لجان الصياغة التي شكلها مجلس أمناء الحوار الوطني بلورة وتنقيح المقترحات والتوصيات المتوافق عليها بشكل نهائي داخل جلسات الحوار الوطني التي عقدت خلال الفترة الماضية. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي إن مجلس الأمناء سيضع خلال الأسبوع الجاي جدول أعمال الجلسات المقبلة تمهيدا لاستئناف الجلسات واستكمال مناقشة باقي موضوعات الحوار الوطني. وتم التوافق خلال جلسات الحوار الماضية على حوالي 7 موضوعات، أبرزها قانون التعاونيات ومفوضية عدم التمييز وقانون الوصاية على المال والجمعيات الأهلية. ولفت عبد القوي إلى أن هناك بعض الموضوعات التي ستحتاج إلى جلسات نقاشية أخرى مثل قانون الأحزاب والانتخابات. أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة قيام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. إلى ذلك أكدت الخارجية العراقية الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات.
فرقت قوات الأمن العراقية مئات المحتجين الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث تقع مقرات سفارات عدد من الدول الغربية في تحرك جديد ضد تدنيس نسخ من المصحف الشريف. وجاءت الاحتجاجات إثر تداول معلومات عن تدنيس جديد للنسخ من القرآن الكريم، حيث نشرت مجموعة يمينية متطرفة دنماركية مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم بحرق ما بدا أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي. أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس. وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المصاب. لقي 6 أشخاص مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير شرعية، وذلك عبر المسالك البحرية انطلاقا من إحدى الشواطئ بإقليم الناظور شمالي المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث ومحاولة حوالي 54 شخصا للهجرة غير شرعية، من بينهم شخص يحمل الجنسية التونسية عبر زورق، إلا أن الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر أدى إلى اصطدام الزورق بصخور بحرية وغرق 6 أشخاص. أعلنت السلطات الروسية محاولة أوكرانيا شن هجوم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. وأضافت السلطات الروسية أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كرازونا فرادسكي. يأتي ذلك فيما استؤنفت حركة المرور على جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة بعد حظر المرور عليه لفترة وجيزة. أعلن حاكم مقاطعة بلغراد جنوب غربي روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة في المقاطعة بذخائر عنقودية و21 قذيفة مدفعية. وأضاف حاكم المقاطعة أن الجيش الأوكراني أطلق 3 ذخائر عنقودية من نظام للصواريخ متعدد الانطلاق على بلدة جورا فليفكا بمقاطعة بلغراد، لافتا إلى عدم سقوط ضحايا أو أضرار في أي من أحياء المنطقة. أعلن الجيش الروسي مواصلة استهداف تحصينات القوات الأوكرانية في محيط بيلوغوروفكا بمنطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا. وأوضح الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية كبيرة خلال المعارك الدائرة، فضلا عن خسائر ضخمة في المعدات، ومن بينها دبابات ليوبارد ومركبات المشاة من نوع برادلي، مؤكدا تحقيق القوات الروسية تقدما ملحوظا في محيط بيلوغوروفكا. قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار. وذكر المسؤولون الأمريكيون أن حزمة المساعدات الجديدة تتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات، إلى جانب عدد من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر وعتاد للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ ناسامس، وهي صواريخ سطح جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة هايمرس، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخيرة لأنظمة باتريوت وستينجر المضادة للطائرات. وافقت بلغاريا على تزويد الجيش الأوكراني بنحو 100 حاملة جند مدرعة. هذا وقد وافق البرلمان في صوفيا بمجموع 148 صوتا مقابل 52 صوتا على اقتراح للحكومة بتقديم الشحنة الأولى من المعدات العسكرية الثقيلة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.
حثت الأمم المتحدة والصين وعدد من الدول روسيا على تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود. يأتي ذلك فيما قالت روسيا إنها تجري محادثات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا. دول عدة من بينها الصين ودول نامية بالإضافة لدول غربية طالبت روسيا بتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية والسماح سريعا بمرور شحنات الحبوب الأوكرانية والدخول في مفاوضات بنية حسنة. كما تعرضت روسيا لانتقادات من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسبب مهاجمة المواني الأوكرانية حسب اتهام كييف بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب التي استمرت لمدة عام. وقالت روسيا إنها علقت مبادرة حبوب البحر الأسود لأن الأمم المتحدة أخفقت في التغلب على عقبات شحن موادها الغذائية وأسمدتها للأسواق العالمية، وهو النصف الآخر من اتفاقية الحبوب الأوكرانية. وقال الكريملين إنه سيدرس استئناف الشحنات الأوكرانية في حال حدوث تطور في التغلب على العقبات بما في ذلك الترتيبات المصرفية. وخلال جلسة مجلس الأمن أشار نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببذل ما في وسعه لضمان وصول الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وعبر عن أمله في أن تعمل روسيا والأمم المتحدة معا لاستئناف الصادرات من البلدين في موعد مبكر من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وتخفيف الأزمة الغذائية في الدول النامية بشكل خاص. من جانبها اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اتهمت روسيا باستخدام البحر الأسود كوسيلة ابتزاز وممارسة ألعاب سياسية. وفي الإطار ذاته حذرت العديد من الدول النامية من تأثير وقف شحنات الحبوب الأوكرانية الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح. وقال ميشيل بيانغ سفير الجابون لدى الأمم المتحدة إن اتفاقية الحبوب منعت طفرة في أسعار الحبوب وهدأت من خطر الأمن الغذائي في القرن الإفريقي المتضرر من الجفاف ومناطق أخرى، وتخشى دول إفريقية عديدة من أن توقف العمل باتفاق الحبوب سيؤدي إلى تضخيم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في عالم يعاني بالفعل من عاصفة شاملة من الصراع والتغير المناخي وفقدان الثقة في الحلول ذات الأطراف المتعددة. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن تحالف أوبك بلس يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط. وأكد المزروعي أهمية التحالف الذي يضخ نحو 40% من الخام العالمي، لافتا إلى محورية دوره في سوق الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنها تلقت ردودا بلاده مشجعة من دول أخرى على اقتراحها بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح مودي أن نيودلهي تروج لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة في هذه المنطقة، لافتا إلى أن النتائج كانت مشجعة. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى. وخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة 20 في الهند، جدد بيرول التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام.
حذر الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أنطونيو بيدرو، حذر من أن المجتمع الدولي حاد عن مسار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما داخل القارة الإفريقية. وأمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2023 والمنعقد في نيويورك، قال بيدرو إن إنقاذ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا لا يزال ممكنا، ولكن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيا إلى سرعة تغيير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز أمن أفريقيا من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المضافة لها. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده قدمت طلبا رسميا لتكون عضوا مساهما في تجمع بريكس الاقتصادي بمبلغ يقدر بمليار ونصف المليار دولار. وعلى هامش زيارته للصين، أوضح تبون أن الجزائر تعمل على الانضمام إلى مجموعة بريكس لفتح آفاق اقتصادية جديدة لها، مؤكدا رغبة الجزائر في إقامة مشاريع مشتركة مع الصين تشمل مختلف مجالات التعاون. تستضيف روما غدا الأحد قمة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا وتشارك في القمة بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. تستضيف العاصمة الإيطالية روما غدا الأحد قمة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تشارك في القمة بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الإفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا بالتركيز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول. عدد من الدول الإفريقية طالبت بتحرك جماعي لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، إلا أن دولا مثل بولندا والمجر تحفظت على هذا الطلب ورفضت توزيع مهاجرين على أراضيها، وتحفظت في المجلس الأوروبي على بيان يطالب بتطبيق القرارات الأوروبية بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. كذلك لدى ألمانيا تحفظات حول مساعدة الاتحاد الأوروبي للدول التي ينطلق منها المهاجرون، وطالبت ألمانيا بأن يمتلك الاتحاد الأوروبي آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاقيات. وتريد إيطاليا أكثر من غيرها تحديد آلية لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء وتقديم مساعدات للدول التي تتعاون في الحد من قدوم المهاجرين ومكافحة وقمع الاتجار بالبشر. ولدى إيطاليا دافعان، أولهما أنها بوابة أوروبا ويتدفق إليها العدد الأكبر من المهاجرين، والثاني أن رئيسة الحكومة الإيطالية تريد تحقيق نصر سريع في هذا الملف بعد أن تضاعف قدوم النازحين بالنسبة للعام الماضي، وهي التي وعدت في حملتها الانتخابية بالحد من الهجرة إلى السواحل الإيطالية. ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من توقيع تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية يشمل مكافحة مهرب البشر وتشديد الإجراءات على الحدود في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تقض مضجع القارة العجوز. We'll be right back.
أعلنت أستراليا انطلاق مناورات تلسمان السابر العسكرية، والتي تجرى كل سنتين بهدف مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتشارك قوات قوامها 30,000 جندي من 11 دولة في المناورات التي تستمر لأسبوعين على الأراضي الأسترالية. في خطوة قد يكون لها ما بعدها على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية وما يربط البلدين من علاقات متشابكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، انطلقت مناورات تاليسمان سابر العسكرية التي تجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، والتي ينظر إليها على أنها استعراض للقوة والوحدة في وقت تعزز فيه الصين بشكل متزايد من قوتها في المنطقة. المناورات التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2005 ستكون الأكبر في نسختها لهذا العام، إذ تشارك فيها قوات يزيد قوامها على 30,000 جندي ومشاركين من 11 دولة أخرى، وتستمر على مدى أسبوعين. كما تشارك فيها ألمانيا للمرة الأولى، إذ أرسلت 210 من قوات المظلات ومشاة البحرية في إطار تعزيز وجودها في المنطقة. وتشمل المناورات التي تجري في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أستراليا محاكاة لقتال بري وجوي، بالإضافة إلى عمليات إنزال بر مائي، وذلك في إطار التزام أستراليا بالعمل مع شركائها الدوليين، بحسب وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس. الشراكة القوية بين واشنطن وكامبيرا دفع الولايات المتحدة إلى تشغيل سفينة حربية في مدينة سيدني الأسترالية، وهي المرة الأولى التي تنضم فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة خلال وجودها في ميناء أجنبي، لتنضم بذلك إلى الأسطول البحري الأمريكي المتحفز لتحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان 7 شركات أمريكية رائدة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أعلن احترامه التزامها بتقليل مخاطر هذه التكنولوجيا وتطويرها بشكل سلمي بما يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي والأمن والسلام العالميين. وأضاف الرئيس الأمريكي أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل غير مسبوق، وأنها حتما ستؤثر على حياة الكثيرين من الشعوب حول العالم. Security and trust. First, the companies have an obligation to make sure their technology is safe before releasing it to the public. اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأدميرال ريزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية، وهو أعلى منصب في البحرية الأمريكية، وبذلك ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، إذ وافق مجلس الشيوخ على تعيينها. وبعد تثبيتها في هذا المنصب ستصبح أيضا عضوا في هيئة الأركان المشتركة، وهو ما سيشكل أيضا سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة. وقال بايدن في بيان إن فرانشيتي ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربع نجوم، مشيدة بمسيرتها، خصوصا أنها قادت مدمرة بصواريخ موجهة وسربا من المدمرات ومجموعتي حاملات طائرات للتدخل. We'll be right back.
تستعد إسبانيا لإجراء انتخابات عامة مبكرة يختار خلالها الإسبان الحكومة التي ستقود بلادهم خلال الفترة المقبلة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يفوز أي حزب بأصوات كافية للحكم بمفرده، مما يجعل التحالفات الحزبية بعد الاقتراع أمرا ضروريا. تتجه الأنظار في أوروبا الأحد نحو إسبانيا، حيث سيؤدي فوز اليمين المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ وفاة فرانشيسكو فرانكو قبل نصف قرن تقريباً في الانتخابات العامة إلى تعزيز هيمنة الأحزاب المحافظة في الاتحاد الأوروبي. وفيما تستعد إسبانيا لانتخابات عامة مبكرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يفوز أي حزب بأصوات كافية للحكم بمفرده، مما يجعل التحالفات الحزبية بعد الاقتراع أمراً ضرورياً. وتبدو تحديات هائلة بالنسبة لرئيس الوزراء بيدرو شانسيز الذي يتولى السلطة منذ عام 2018 ويقود تحالف الأقلية مع الحزب اليساري بوديموس منذ بداية عام 2020، وبالنسبة لليسار الأوروبي أيضا. وضاق اليسار الإسباني مرارة الهزيمة أمام المحافظين في الانتخابات البلدية التي جرت في 28 مايو، وبدأ حينها فوز الحزب الشعبي اليميني المعارض الذي يتزعمه ألبرتو نونيس فيخو في الانتخابات العامة محسوما. ولكن السؤال الوحيد الذي فرض نفسه حينها هو ما إذا كان سيحتاج إلى التحالف مع حزب فوكس اليميني المتشدد للحصول على 176 مقعداً وتشكيل الأغلبية المطلقة. وضاق اليسار الإسباني مرارة الهزيمة أمام المحافظين في الانتخابات البلدية التي جرت في 28 مايو، وبدأ حينها فوز الحزب الشعبي اليميني المعارض الذي يزعمه ألبرتو نونيس فيخو في الانتخابات العامة محسوماً. ولكن السؤال الوحيد الذي فرض نفسه حينها هو ما إذا كان سيحتاج إلى التحالف مع حزب فوكس اليميني المتشدد للحصول على 176 مقعدا وتشكيل الأغلبية المطلقة. لذلك اختار سانشيز أن يجعل من أحزاب اليمين الفزاعة في حملته الانتخابية، معتبرا أن التصويت لحزب الشعب سيعني مشاركة فوكس في الحكومة والتسبب في عودة البلاد إلى الوراء، مستهدفا بذلك ثني الناخبين عن التصويت لصالح حزب الشعب، وإلى دفع نصف مليون ناخب يساري امتنعوا عن التصويت في 28 مايو للإدلاء بأصواتهم. سانشيز طرح مقترحاته في برنامج بعنوان إلى الأمام، برنامج لأفضل إسبانيا، وركز خلال حملته على الإنجازات الاقتصادية للحكومة مع نمو الاقتصادي بنسبة 5.5% في عام 2022 وتباطؤ التضخم بشكل حاد إلى 1.9% في يونيو، لكن الإسبان لا يزالون غير راضين بتاتا عن وضعهم الاقتصادي. الحزب الاشتراكي اعتمد في حملته الانتخابية على شعارات تخفيض في الضرائب المفروضة على المبيعات من خلال إصلاح شامل للنظام الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح سوق العمل. ورغم الوعود وما أفرزته استطلاعات الرأي المسبقة للانتخابات، إلا أن صناديق الاقتراع سيكون لها الرأي الأخير واختيار الحكومة التي ستقود إسبانيا خلال الفترة المقبلة. قالت وزارة الدفاع في تايوان إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 37 طائرة و7 سفن بحرية حول تايوان. هذا ومن المقرر أن تجري تايوان تدريبات هانغ كوانغ السنوية الأسبوع المقبل، والتي سيجرى خلالها جيشها تدريبات على الاستعداد القتالي. قبل أيام من مناورات دفاعية، نفث التنين الصيني نيرانه تجاه تايوان في استعراض للقوة، مرسلا عشرات الطائرات الحربية بما في ذلك مقاتلات وقاذفات. وقالت وزارة الدفاع في تايوان إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 37 طائرة و7 سفن بحرية حول تايوان. وذكرت تايبيا أن مقاتلات من طراز G10 وG16 ومقاتلات من طراز H6 كانت من بين المقاتلات التي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية كانت تعتبر منطقة عازلة بين الجزيرة والبر الرئيسي. ومن المقرر أن تجري تايوان تدريبات هان كوانغ السنوية الأسبوع المقبل، والتي سيجري خلالها جيشها تدريبات على الاستعداد القتالي لمنع غزو محتمل، كما ستجري تدريبات تهدف إلى ممارسة عمليات الإجلاء في حالة وقوع غارة جوية. خلال السنوات الأخيرة أظهرت الصين انزعاجها من الأنشطة السياسية في تايوان بزيادة عدد طائراتها الحربية التي أرسلت باتجاه الجزيرة، وأجرت
الصين تدريبات ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي، كما أطلقت صواريخ فوق الجزيرة في تصعيد خطير أعاق خطوط الممرات التجارية في مضيق تايوان، وأجبرت الطائرات على تغيير مسار رحلاتها. وفي إبريل أجرى جيش التحرير الشعبي تدريبات واسعة النطاق على الاستعداد القتالي في الجو والبحر حول الجزيرة ردا على اجتماع رئيسة تايوان تساي إنغ وون برئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي كيفين ماكارثي. قالت وكالة هيكودو اليابانية إن هونغ كونغ بدأت تشديد الفحص الإشعاعي على واردات المأكولات البحرية من اليابان. وأفادت الوكالة أن تشديد الفحص بدأ في منتصف يونيو، مضيفة أن التخليص الجمركي للمأكولات البحرية اليابانية تأخر لنحو 3 ساعات مقارنة بالوضع الطبيعي. وعبرت هونغ كونغ الجمعة عن مخاوفها البالغة بشأن خطة اليابان لصرف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط. وأكدت الحكومة اليابانية أن سلطات الجمارك الصينية احتجزت بعض شحنات المأكولات البحرية اليابانية. واصلت السلطات الهندية عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين لليوم الثالث على التوالي في قرية بولاية مهاراشترا غربي الهند. وقال مكتب إدارة الكوارث في منطقة راجاد إن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، علاوة على فقدان 86 شخصا جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة. ضرب إعصار مدمر مدينة ميلانو الإيطالية مما تسبب في أضرار واسعة النطاق. وجاء الإعصار الذي وصلت سرعته إلى 177 كيلومترا في الساعة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10,000 منزل. كما تسبب الإعصار في ألحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية بما في ذلك سقف مصنع ضخم. أظهرت لقطات فيديو استمتاع عدد من الحيوانات بالاستحمام لفترة طويلة بينما تتناول القرود والخيول مثلجات ومشروبات باردة في حديقة حيوان فينيكس الأمريكية، حيث ابتكرت حديقة حيوان فينيكس طرقا متعددة لتبريد الحيوانات في موجة الحر التي تجاوزت درجاتها أرقاما قياسية تجاوزت 43 درجة مئوية، بما في ذلك خراطيم ورشاشات مياه ووسادات تبريد وبرك مياه ومراوح ومباني مكيفة. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. العالمين مدينة تحفة أو مكان حلو قوي، وكل حاجة فيه، والبحر جميل وكل حاجة حلوة. حفلة جميلة والأجواء جميلة، وحفلة العالمين بداية كويسة إن شاء الله، واللي جاي أحسن بإذن الله. طبعا التنظيم حلو جدا، والمدينة طبعا يعني شبه دبي والحاجات بتاعت بره، والحفلة طبعا جميلة. تامر حسني نجم الجيل طبعا، كلنا انبسطنا. تنظيم أكتر من رائع، بالذات كمان في مدينة العالمين الجديدة، يعني مدينة جديدة بأضواء جديدة وكل حاجة جديدة، فالتنظيم كان أكتر من رائع، والحفلة كانت يعني حاجة فوق الروعة بصراحة. وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد تحية ضعنا في الجديدة ذاك اليوم. تحياتي لك ولكل متابعينا في متابعة لفعاليات مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة. إذا تحدثنا عن انتهاء بالأمس لحفل الفنان تامر حسني، هذا الحفل الذي شهد زخما وحضورا كبيرا من المصريين وغير المصريين، حيث شهدت مدينة العالمين وأغلب الشوارع بها بالأمس وأغلب المناطق وتحديدا منطقة رينا العالمين حضور كبير جدا
جدا من المصريين ومن كافة محبي الفنان تامر حسني في أولى فعاليات وحفلات النجوم على أجمل شواطئ العالم، شواطئ مدينة العالمين الجديدة، ضمن فعاليات والأنشطة الخاصة بمهرجان العالم عالمين. إذا تحدثنا أيضا عن استمرار لهذه الفعاليات على مدار الأيام السابقة واليوم وغدا، هناك عدد من الفعاليات والأنشطة المستمرة، منها القفز بالمظلات من مدينة العالمين وبجانب الأبراج. أيضا إذا تحدثنا عن عروض الجوية الخاصة بطائرات الـRC التي تمارس منذ الأمس وحتى اليوم ومستمرة أيضا في تقديم العديد من العروض الجوية، وأيضا فيما يخص شواطئ مدينة العالمين تستعد بكافة الوسائل لاستقبال بعض البطولات وأيضا الرياضات والأنشطة الرياضية المختلفة خلال الأيام المقبلة. إذا تحدثنا عن عودة مرة أخرى لعدد من المنافسات الخاصة بالكرة الشاطئية وأيضا العديد من الرياضات المرتبطة بالشواطئ على شواطئ مدينة العالمين، نتحدث أكثر من 6 أسابيع من الأنشطة الترفيهية الثقافية المتنوعة هنا في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين مستمرة على مدار الأيام المقبلة. بلا عودة إليك. شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحدث السنوي ابني مستقبلك بحضور أكثر من 4300 شاب وفتاة في مرحلة ما بعد الثانوية العامة، وافتتحت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن التنسيقية جلسة نقاشية بعنوان صنع في مصر، مشيرة إلى أهميتها لتنمية فكر الشباب نحو الإبداع والعمل والتطوع داخل مصر، وأوضحت أن تجربة التنسيقية كأحد التجارب الملهمة في صناعة التأثير تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، تعد دليلا على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية. ساهمت الآليات الحكومية المتخذة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، ساهمت في إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقها ما بين 15 إلى 30 يوما في السابق. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سمحت النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية والتي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، كما تم إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل مارينا الوصول والموانئ على مستوى الجمهورية ليكون دليلا لجميع المتعاملين. شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر اختتام أعمال القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لنحو 194 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. رصد عدد من السياح الأجانب ظهور السلاحف الخضراء أثناء رحلة غطس تحت الماء، وحرص الغطاسون الأجانب على التقاط الصور. وتعد السلاحف الخضراء من الأنواع النادرة والمهددة بخطر الانقراض وإحدى الثروات البحرية التي تجذب السياح لشواطئ الغردقة، ويعكس ظهور هذا النوع من السلاحف في شواطئ الغردقة نظافة البيئة البحرية.
احتضنت منطقة الكورنيش الجديد بمحافظة السويس أجواء احتفالية مع انطلاق مهرجان المانجو الأول. يشارك في المهرجان أكثر من 60 عارضا لجميع أنواع المانجو بأسعار تنافسية أرخص من مثيلاتها بالأسواق. أجواء احتفالية احتضنتها منطقة الكورنيش الجديد بمحافظة السويس مع انطلاق مهرجان المانجو الأول. المهرجان يشارك فيه أكثر من 60 عارضاً لجميع أنواع المانجو بأسعار تنافسية أرخص من مثيلاتها بالأسواق. فرقة السمسمية شاركت بالمهرجان وقدمت عروضاً فنية نالت إعجاب الحضور وتفاعل الموجودون مع العروض. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية على المسرح المقام بمنطقة الباركينج بالكورنيش المقام بها المهرجان. منظمو المهرجان أكدوا أن جميع ثمار المانجو المعروضة عضوية ولم يتم تسميدها بأي كيماويات للتعجيل من عملية النضج. مهرجان المانجو الأول بالسويس الذي يستمر لمدة 45 يوما يهدف للترويج السياحي والزراعي للمحافظة باعتبار السويس مدينة لها امتداد زراعي. هذا وسيشهد المهرجان عددا من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية على مدار الشهرين المقام فيهم للمساهمة في ترويج السياحة. انتهت أخبار الثالثة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يتلقى التهاني بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على القرم. غدا قمة في روما لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.